رغم مضي ما يقرب عن 74 عام على هزيمة بيونغ يانغ من سيول المدعومة من أمريكا، لم ينسى جونغ أونغراح تلك الهزيمة وكأنه أكتوبر الدام في تاريخ بلاده. استفزازات سيول لم تنتهي، لكن بيونغ يانغ لم تبقى كما كانت قبل 74 عام. اليوم جونغ أون يهدد بالنووي، وكوريا الجنوبية تتراجع، والولايات المتحدة تقف متفرجة. الجميع يتساءل، هل لا يزال الروس والأمريكان يتناحران في شبه الجزيرة الكورية، أم ماذا يحدث هناك؟ في أكتوبر الدامي، جونغ أون يهدد سيول بالنووي في ذكرى هزيمته. رغم مرور ما يقرب من 74 عام منذ هزيمة كوريا الشمالية على أيدي جارتها الجنوبية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما استدعى دعم التنين الصيني حينها لبيونغ يانغ لتحقيق الهزيمة النكراء في صفوف القوات الأمريكية التي كبدتها خسائر في أكتوبر من عام 1950. وكأن جونغ أون لم ينس تلك الهزيمة النكراء التي يعتبرها نقطة سوداء في تاريخ بلاده منذ أعلان استقلالها حتى الآن، وهو ما دفعه لاعتبار شهر أكتوبر بمثابة شهر عصيب على بيونغ يانغ، وكأنه يرغب في رد تلك الهزيمة في الشهر ذاته على قوة جارته الجنوبية، والتي لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها حتى الآن. وكأنه يوم القيامة، مشاهد تصف ما يجري بين الكوريتين على أثر استفزازات سيول لبيونغ يانغ مؤخرا، حيث نشرت بيونغ يانغ صورا لمسيرة قالت أنها حطام لمسيرة كورية جنوبية أرسلتها لعبور الحدود بين البلدين قبل أيام لإجراء عمليات التجسس والاستطلاع، وتمكن دفاعات بيونغ يانغ من إسقاطها على الفور. وعلى الفور اتخذ جونغ أون العديد من الخطوات والتي من شأنها فتح الباب على مصراعيه أمام حرب قادمة في شبه الجزيرة الكورية، حيث أعلن عن تدمير كافة الطرق والجسور الرابطة بين البلدين، كما أعلن عن قطع كافة العلاقات بينهما، كما أعلن أن كوريا الجنوبية دولة معادية. هذا الإعلان بمثابة بداية لكل ما هو قادم في العلاقات بين البلدين، وكانت كوريا الجنوبية قد اتهمت بيونغ يانغ بإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا لدعم الجيش الروسي في هذه الحرب الدائرة منذ قرابة الأعوام الثلاثة حتى الآن. كل تلك التصريحات ربما أوغرت صدر جونغ أون للإعلان أن الخيار الأخير لديه لوقف استفزازات جارته الجنوبية له هو استخدام السلاح النووي. فمن المعروف أن كوريا الشمالية تتمتع ببرنامج نووي بعيد عن أعين العالم بأسره، كما أن جونغ أون قام بالعديد من التجارب الصاروخية. تجاربه الصاروخية التي أثارت غضب الغرب وكوريا الجنوبية على مدار السنوات، بل الأشهر الماضية دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات والعزلة الدولية على كوريا الشمالية، والتي باتت تستعدي جارتها الجنوبية أكثر من ذي قبل نتيجة للضغط الأمريكي عليها. الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم سيول في مواجهة بيونغ يانغ باتت اليوم منشغلة بما يجري في الشرق الأوسط وحماية إسرائيل من هجمات إيران ووكلائها بمنطقة الشرق الأوسط، كما إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمعركة الكبرى بين الديمقراطيين الذين يرغبون في استمرار هذه الحروب والصراعات في العالم، وما بين الجمهوريين برئاسة ترامب الذين يرغبون في وقف كل تلك الصراعات بتسليم غزة لإسرائيل وأوكرانيا لبوتين، ويدعي قدرته على وقف البرنامج النووي الكوري الشمالي بمكالمة هاتفية واحدة فقط. الأوضاع الأمريكية والاضطرابات الداخلية والخارجية جعلت من الوقت متاحاً أمام جونغ أون لاستفزاز جارته الجنوبية، ومن ثم تطور الصراع بينهما. فنيران الهزيمة لا تزال تقض مضاجع جونغ أون في كل ليلة ينام فيها. مشاهد كثيرة وجنود تنتقل إلى الحدود مع سيول، واستعداد كامل لقواته وألوية المدفعية لديه على أهبة الاستعدادات، وتدريبات عسكرية مكثفة كل يوم. إنها الحرب إذن، وتصريحات جونغ أون لا تتوقف، ومخاوف الغرب تزداد. رغم أن سيول كانت هي المنتصرة في حرب عام 1950، وحتى الآن لا يزال جونغ أون هو الذي يسعى للحرب، إلا أنها تخشى ضرباته القوية، فهو يمتلك سلاحا نوويا ذات قدرات فائقة بالإضافة
بالإضافة إلى أنه يمتلك ترسانة عسكرية كبيرة للغاية ومتطورة. إلا أن ما يخيف سيول ليس كل ما سبق، فما يخيفها ويجعلها تلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ذي قبل هو اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي عقدها الدب الروسي مع جونغ أون خلال الفترة الأخيرة. هذه الاتفاقية قد تفتح الباب أمام الكثير من التأويلات. هذه الشراكة قد تفتح الباب أمام دعم عسكري لا متناهي بين كوريا الشمالية وروسيا، فبوتين مقرب للغاية إلى قلب جونغ أون، وكذا الحال بالنسبة للأخير لدى بوتين، وبالتالي عدوهما واحد، ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم سيول في مواجهة بيونغ يانغ المدعومة من روسيا. وكأن التاريخ يعيد نفسه، الصراع في شبه الجزيرة الكورية برعاية روسية أمريكية، فقديما دعمت أمريكا مباشرة كوريا الجنوبية بعد هزيمتها الساحقة في عام 1948 على أيدي جنود الشمال، إلا أن السوفييت ظلوا يدعمون كوريا الشمالية بشكل غير مباشر حتى تمكن الأمريكان وكوريا الجنوبية من هزيمتهم هزيمة نكرة. إلا أن التنين الصيني لم يقف متفرجا، حيث أرسل نحو 6 ألوية بنحو 300,000 جندي إلى كوريا الشمالية، وهو ما حقق المعادلة وأدى إلى وقف الحرب في نهاية المطاف بين الجانبين المتناحرين. وعلى الرغم من وقف الحرب بين البلدين، إلا أن الحرب الباردة ظلت مستمرة بينهما حتى يومنا هذا، فكثير من الاستفزازات والتصريحات المناوئة لكلا الطرفين لا تزال تعلن على الملأ، وحالة الخوف والتوتر تسيطر على الأوضاع بين البلدين. وفي تطور لافت للأوضاع، أعلنت كوريا الشمالية أن مروحيات تابعة لسيول تتجه نحو الخط الفاصل 38 بين الكوريتين، وهو ما قد يسفر عن تطور الأوضاع وانفجارها بشكل كبير للغاية. وفي ظل حالة الغضب الكبيرة بين البلدين، وفي تهديد لكوريا الجنوبية، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ لن تحمي شعب سيول حال نشوب حرب بين البلدين، فقد بلغ الغضب بين الجانبين مبلغا عظيما، وهو ما قد يكشف عن حجم الخطر الذي يحيط بشبه الجزيرة الكورية في الفترة المقبلة. فهل سيكون فوز ترامب وقفا لهذه الحرب، أم أن هاريس ستكمل مسيرة بايدن؟ شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.